والله جينا عادي على اساس انه كبار في السن ومرقونا، معنا تطعيم معنا كل شيء. قال ممنوع، لازم تصريح. قال لازم تصريح. بقول له طيب احنا يوم الجمعه وهذا رمضان واخر رمضان واحنا لله رايحين. قال ما في، لازم تصريح. وتحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله عليك. شو هذا لله، احنا ما رايحين انه لله. رفض ما رضوش. حاولت الي من بعد الكورونا كذا مره باجي برجع. حاولنا كذا مرة ندخل ما يردونا. حسبنا الله ونعم الوكيل. رسالتنا الله يفرجها. الله يغير حالنا وينتقم من الظالمين. الله بدنا ناس، بدنا أمة تحرر الأقصى، مش نروحها زي من تحت حراب. بدنا ناس تحرر الأقصى، بدنا رجال، بدنا أبطال. مش نيجي هم يتحكموا فينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. مش بدهم تصريح، مين يجيب لهم تصريح؟ حسبي بالله عليهم ونعم الوكيل عسى ان تصلح بس. حسبي بالله عليهم ونعم الوكيل. حسبي بالله عليهم ونعم الوكيل. جاي من عندك جاي. Thank you.